قال إنما أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هنا أحبابنا لابد من الإشارة قبل أن أشرع بالدرس. لاحظت هذا من نفسي أحيانا ومن كثيرين من إخواني طلاب العلم والوعاظ والعلماء المتحدثين، ولا أنبه على هذا كي لا يقع به أحدنا وكي لا تقع أنتم كذلك بهذا الفعل، وهو أنك تجد الواحد من الطلاب العلم، من العلماء، من الشيوخ، من الخطباء، من والله أحيانا يكون جليل القدر لا يشك بأدبه مع رسول الله، هو عالم يعني على أدب مع رسول الله وهو معروف بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقع منه هذا الخلل ويحتاج إلى من ينبهه ويحتاج إلى من يصرف نظره. ما هو هذا الخلل؟ تجدني مثلا أتكلم بفصاحة وبيان وأفصل الكلمة عن سابقتها وعن لاحقتها وأضبطها وأجتهد أن أكون موافقة للغة العربية خالية من أي لحن، تجدني ما شاء الله متكلما فصيحا هادئا، فعندما يأتي ذكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجده يقول وقف الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم، هكذا يقول كثيرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. يا أخي لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني ترنم بها. لماذا لا تأتي بها كاملة صحيحة الحروف؟ لماذا لا تجريها على قلبك على عقلك؟ لماذا لا تشعر من يسمعك بأنك تترنم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تشعره بأنها ثقيلة تريد إلقاءها فقط؟ لماذا؟ وهذا خلل صراحة. أنا يعني لعلكم تدركون ذلك مني أو من غيري ممن يتكلمون، فإذا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون أبدا. هذا تنبيه بين قوسين. أسأل الله لي ولكم وللجميع تمام ودوام الأدب مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، اللهم مدنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة في الحياة وبعد الممات ويوم القيامة. آمين آمين آمين.